ولك قولوا لي كيف بترجعوا الشيك للسيد قدرت بدون ما اعرف يا سيد انور؟ عفوا، نحن لقينا اعتماد من برات البلد، شكرنا ورجعنا له. زهير، شو انت جنيت؟ شو يعني انت غشيم عنه؟ ما بتعرف شو معنى هذا الشيء بالنسبه له؟ لا والله، بس انا بعثت له الشيك مشان نخلص من الموضوع بسرعه قبل ما ينظم امر اعتمادنا. وانت كيف بدون ما تسالني كيف بتجير الصلاحيات للاخرين يا سيد انور؟ بدل ما نبيع المشفى لقيت انه اللي ساويته انا كتير منيح يا استاذ. يا ابني، انتو بتشتغلوا عندي هون، انتو بتشتغلوا بامري، فصاحب الشركه لساته عايش هو انا. عفوا، اسف، بس اغلبيه الحصص مو ملكك. أنا وهدى بنملك نفس الحصص وما عندي أي مشاكل مع بنت أخي. نحن ما عم نحكي عن الأنسة هدى. أمجد صايمان باع الحصص اللي عنده كلها لمراد علمدار. شو عم تساوي يا أخي؟ لحظة شوي. مين هاد؟ داود تتر أغلو. يعني هلأ بدنا نتسمع عالدولة؟ رح تنسحب عيلة كجاكار بسعر 300، أما عيلة قرجداغ رح يوصلوا لل 350 كتبي، رح تنسحب بال 400. وإذا علوا بالمزايدة؟ لأي حد فينا نوصل معلم؟ مستواها فوق 500 يا الباز. أمرك معلم. وعيلة طوروس ما رح تدخل المناقصة؟ بيقدروا يدخلوها. بولوت خبرني إنهم ما رح يدخلوها. إلن حق يدخلوا على المناقصة، وباقي أمرهم مهمة بولوت. عن إذنك معلم. ما عندي خبر انه لقينا اعتماد مالي، هلأ لعرفت، حتى قصة المستشفى كمان. بنتي، كان لازم يعني اعرف بيع بيتك من مرتي؟ عمي خبرتك اني رح بيعه. شو ناوي هلأ بدك تفهميني؟ مراد علمدار اشترى بيتك واشترى حصص شركتك، واذا كان ناوي يشتريكي خليني اعرف. عمي اسمع، الموضوع مو مثل ما عم تفكر. رح أسأله عن الحصص. اليوم عرفت قصتهم، بس الشي اللي اتفقت عليه إنه نفوت المزاد سوا. إذا ربحنا فالمصاري منه، وإذا ما ربحنا ما رح يكون في خسارة. هدى بنت الحلوة، خسرنا أبوكي، فبتعرفي شو رح يصير لو دخلنا بهالمناقصة؟ نحن أخذنا شروط دخول هاي المناقصة. أنت ما بتعرفي هدول الناس يا بنتي. بالوقت اللي عم حاول فيه أنا أنه نطلع بأقل خسائر ممكنة، بتقومي أنت بتبتزيون؟ عم تقول أقل الخسائر؟ نحن خسرنا أكبر الشغلات. منشان هيك ما بدي إياك تفوتي على المناقصة. أصلاً ما رح يقبلونا. رح يسكروا المزاد بنص السعر، ما هيك؟ يبدو هيك معلم. شكرا لك تامر، فيك تروح. معقول تكون هدى سمعت بخبر لقائنا مع هذا علمدار؟ ومن وين رح تسمع؟ لكن كيف عم تعمل مع الموضوع بهدوء هيك؟ بلكي بيكون هو اللي خبرها. بس أكيد سلجوق ما بيعرف. انتو خليكن جاهزين وكأنكن رح تفوتوا المزاد العلني. رح خبركن قراري الحاسم وقت تكون جاهزة. Thank you.
ألو؟ أي سامعك؟ في شي مشاكل؟ طيب اجي اخذك ولا بتجي انت لهون؟ اذا كانت مشدوده كثير خبريني مشان اوسع لك اياها. لا هيك منيحه. شده اذا بدها شده اكثر شده. معلش نحن ما بنعرف شو بده يصير. إيه ما رح البسه بحياتي، عندي حساسيه ضد المعدن. وكيف بتشيل المسدس لكان؟ ما المسدس معدن عزات. ايه معدن بس أمانة. اهدوا شوي يا أولاد، خلينا نعرف نجمع أفكارنا. اسمعي بنتي، هلأ رح تعدي على المقعد، وقت تشوفي الزلمة رح تقلي لنا هداك، ولا تتحركي من محلك، نحن رح نحل الموضوع. ها انت رح تبيع الكعك؟ اي ما رح كون بيع الكعك خال. يا ابني مو احسن من انك تكون بويجي تمسح الاحذيه؟ بصراحه رح يكون شيء كثير حلو. انا بدي لمع كمان صباطي. اي ما رح امسح كندرت حدا عمران. خال انا ببيع الكعك. ها ابني اياد بيصير بياع الكعك، وعزت هو اللي بياكلهم. خالي شو بي قصه الشر علي انا؟ قالوا لقيت لعزة مهنة جديدة وبتناسبه. شو هي؟ مرحبا. مرحبا. خير شو صاير؟ ما رح يخلونا نفوت المزاد العلني. ومين هيك قال؟ عمي. رح ندخلها. عمي خايف انه يصير لنا شي من ورا المزاد. وانتي ما بتخافي؟ انا ما بقى عندي شي اخسره. هيك انا بصير بخاف. انتي بدك تاخدي هذا المزاد يا هدى؟ ما بدي شي اكتر من هاد. انتي متأكدة؟ ايه هاد الشي انتقام لبابا. من وين طلعتي بهالشي؟ نقتل بابا مشان هالقصة مو هيك؟ اللي بدك اياه يا اخي. كل شيء بيوقع من السماء، هدول رايحين للسماء. شي بيحير. بالون بالونات الصغار. تامو اعطيني وحده عمو. خود هي بسرعه. روح يلا. شكرا كثير يا عمو. يلي عم يشتري بخليك بعيد عن الانظار عزت. افهمني انت شوف شغلك عمران. لا تتمسخر لانه هذا الشيء بيه تشفى. خود مصاري ولا تبيع ببلاش. لا تنزع لي مرائي. حل عني. ها بالونات الصغار. شو كيف الأوضاع عندك إياد؟ ما في شيء، ما في شيء مهم لهلا. ابني عمران لا توتر الشباب، انت راقب الاجواء. فهمت؟ فهمت. سيلفي الكل بمكانهم. لما بتشوفي هذا الزلمة اكيد رح نكون ماسكينه بدقيقتين. انت بس عرفي لنا مواصفاته. امرك. شو عبدو بيك؟ انت رجل المواقف، فكرني ابن شوارع.
ما كان فينا نكون الأول بالمدرسة أو إيد اليمين؟ ما في داعي للعجلة، خلينا حذرين وانت تركي لي كل شيء. مو هدول رجال عيلة توروس؟ ايه هن. لو بدهن يشاركوا كانت اجت هدى. يا ريتك اتصلتي فيها. ما في داعي، فوتوا انتوا وانا رح حل الموضوع. يلا تفضلوا. ممكن تجوا معي شوي؟ عفوا، بدنا ندردش مع بعض. يلا فادني شكرا. يلا صور صور. شكرا. مو مبين انه رح نكون الرابحين بهالمزاد العلني لما دخلنا مثل المجموعه. شوف، مو مثل كل عيله لوحده. كان بدنا المناقصه كتير وهلا اخذناها يا انسه انجي. شو بدك منا يا معلم يا الجين؟ وين هون معلمينك؟ نحن رح نفوت على المناقصة. ما رح تفوتوا. إذا كان بدكم تفوتوا كان لازم يجوا معلمينك. معلمينا وكلونا نحن بالموضوع، أصلا ربحنا فيها قليل شوي. رح نقدم عرضنا ونطلع. لا، أنا رايح أطلع من هون وإنتوا فكروا بالموضوع ورح تقولوا لحالكن هلأ فوتت المناقصة إلها قيمة أكتر من أرواحنا. رح تقولوا ما بتساوي شي ورح تطلعوا قبل ما تفوتوا على المناقصة. يلا نفوت نحن، بجميع الأحوال نحن ما لنا حظ لننافسكم. انت مبين ما فهمت. انا رح شربكن اياها بالمعلقه. انتو مالكن شغل بهديك القاعه، مالكن مكان هنيك. في اربع عائلات وما في مكان للخامسه. معلش اذا بتتركنا لحالنا شوي نفكر بالموضوع. بحب الرجال العائل بيعيش حياة أطول. هاي إطبارتك الزرقاء. يسلموا. وهي إطبارتك البيضة. شكراً إلك. بعتقد بالإطبارة البيضة في مواضيع للمشفى، حابب أوضح لك كل شيء بالموضوع بعد ما تسمح لي. بتشكرك لأنك فهمت علي. صدقني رح نخدم قد ما فينا. ما في شك يا معلم تركي، وهذا الأخير هو إدبارتك الخضرة. طول عمري بشتهي اشتغل مع شخص منظم وحساس وكون ممنون من شغله. ما في أحسن من هيك أبداً. رح كون عند حسن ظنكن يا معلم. أنتوا لا تطلعوا من هنيك، خليكم بالتواليت. لا اطمنوا، ما في شي بيخوف، كل شي تمام. معلم تركي ما تواخذني، بس دقيقة. أستغفر الله. أكيد.
انتو وينكم بماتي؟ ما بعرف من وين فتنا على هيك شغلات. ما رح يصير لك شيء، ما حدا بيقدر يعمل شيء الا الكبار. شو عم تساووا هون؟ يلا نروح على القاعة. قبل شوي هددونا. نحن عم نعطيكم فرصة وانتو هددوهم جوا. كيف فتنا على هيك شغلات وسخة؟ في حدا خبرك بهيك شغلات انت بتعرف عنها شي؟ لا. لكان ما عاد تحكي وتفرج شو بدي اعمل. أهلا وسهلا فيكم. طالما كلكم بدكم تفوتوا على المناقصة نحن رح نبلش. بالونات للولاد، ضيع بالون، يلا على البوالين. بالون بالون للصغار، قرب على البوالين. ألو ابني، شو ما في إشارة أو أي شيء؟ ما في أي صوت من هداك الزلمة؟ إيه والله طقت روحي من الملل. خالو ما في أي إشارة. احتمال كبير إنه كسر التليفون أو تركه بشي محل. من امبارح ما عطى جهازه أي إشارة. خالو المافيا ملت منا، اهتموا أنتوا بالموضوع. صحة وهنا معلم. يكفي يا ابني، اكلت وحدة ما في داعي للتاني. جيب لي ماي معدنية مشان هالضيم. تكرم عينا. في واحد جاي من بعيد وحاطط طاقية على راسه ولحشة حمراء لافف على رقبته. شفته سيلفي، بس تتأكدي انه هو. قولي انه هذا هو. عزت، هو جاي من طرفك. ماشي يا عمران، ضيع بالون. اياد انت لا تكشف حالك لاخر لحظة. إذا صار شيء نحن مو متوقعينه وأنت رح تتصرف. وأنا جاي أقبض على الزلمة بعد شوي. ضيع بالون، بالونات للولاد، بالونات للصغار. هذا هو. بالونات. يلا على البوالين. احمر ابيض اسود اخضر ازرق يلي بدك يا. Thank you.
الانصار. ليكو ليكو عم بيكو ليكو وراء. داريالي لهون وبس. 250 مليون 250 مليون من شركة طوروس، 255 مليون من شركة كاشكار، 260 مليون 260 مليون من شركة كاراجاداك، 290 مليون 290 مليون من شركة هزاربي، 300 مليون 300 مليون من شركة كاشكار. وصلت عائلة كاشكار لآخر شيء، راح ينسحبوا بعد شوي. 310 مليون 310 مليون. خلينا ننسحب منيح. اي ماشي، نحن حابين ننسحب. انسحبوا رح نزيد عليه. 315 مليون. بعتقد انه لازم نزيد عليه. اكيد سيدي مثل ما بدكم. 320 مليون. ليش رجالنا ما عم يحكوا عبد الحي؟ 330 مليون 350 مليون 350 مليون من شركة كارجاداك. رح تنسحب عائلة كارجاداك كمان. 360 مليون. خلينا ننسحب. أمرك. نحن مننسحب كمان. أنت سمعت الأرقام من شي حدا؟ إحساسي ما بيخوني بنوب. خلينا نكمل. 400 مليون 410 مليون 420 مليون. معناتها نحن مننسحب. أربعمية وثلاثين مليون 440 مليون. خلينا ناخد استراحة ونسأل عن الموضوع. ايه تمام؟ أنا كمان بشوف هيك منيح سيدي. ممكن ناخد استراحة؟
بقيت بس شركة طوروس وتتر أغلو بالمناقصة. باسم شركة تتر أغلو يالجين يلدز طلب استراحة، وشفنا أنه الطلب إجا بوقته. أيوة يلداز، امشي معهم وشوف لوين رح يوصلوا. أربعمية وخمسين مليون. أربعمية وخمسة وخمسين. أربعمية وستين. أربعمية وخمسة وسبعين. خمسمية. وصلنا للخمسمية مليون. يلا يا شباب زيدوا رح ناخده. معلم قديش بتساوي هاي المصاري؟ يلا من هلأ ورايح صار الوضع صعب، خلينا ننسحب. ولا مرة انسحبت بحياتي. شو؟ شوف عيلة طوروس علموا علينا وهلأ الدور على عيلة تتر أغلو؟ خمسمية وخمسين مليون. خلينا ننسحب، خلينا ننسحب من المناقصة. رح نتبادل لو انسحبنا. رح زيد خمسة تانين. ماشي الحال. خمسمية وخمسة وسبعين. رح توصل للستمية. مو هيك الدنيا، في شغلات بالحياة بنعطيها أكتر ما بتستحق. ما فينا ندفع، بترجاك لا تتسرع. لك لا تخافي، عندي مصاري كتير. خلينا نكمل. عالم دار عم يقول كملوا. خمسمية وخمسة وثمانين. طلع صاحبك عبد الحي، إن شاء الله ما ينجلط اليوم. ميماتي رجاء اهدى شوي. أصلا الحق علي اللي عم حاكيك، لو كان عمران كنت رح تشوف شو رح يعمل. خمسمية وخمسة وتسعين. ستمية مليون. لو بتعرف قديش ضغطوا على عيلة تتر أغلو. ستمية وخمس ملايين. قديش كتبت؟ كتبت قيمتها. قلن استراحة. سيدي بدنا استراحة لو سمحت. بقي بالمناقصة شركة طوروس وشركة تتر. كأنه المال مالهم. شركة طوروس طلبت استراحة. ليش الاستراحة زيدوا؟ يلا اهدى شوي معلم، نحن بدائرة حكومية. لك ايش ومانك شايف شو عم بيصير؟ اتصل فيه. ما في اي مشكلة، خدوه. مراد على مدار، لا تنسى الشركة إلي، ما رح تخبرني شو كتبت؟ والمصاري إلي.
كملي وبتشوفي. مليار دولار. لكان مليار. قديش هاي؟ خلصنا معلم. سيدي نحن رح ننسحب. انتهى المزاد العلني، ورسي المزاد لشركة طوروس مقابل مليار دولار. ألف مبروك إلون، كل المزاد وأنتوا بخير. ألف مبروك. شكرا. أنا ما عم صدق هذا الشيء. هذا الشغل هيك بده، يلي بيدفع أكتر هو بياخده. ما فهمت لوين رح تاخذنا بهيك بداية. الإطلالة حلوة هنيك. شفت لي وشه شلون صار؟ ليش أنا كنت عرفان إنه رح نطلع من هون بأمان؟ امشوا امشوا، انتوا رح تموتوا شي يوم. لا قدر الله. يا مرحبا بالشباب. عبد الحي انت روح مع الشباب لعند السيارة، أنا هلأ جاي. شفت، تفضل. انت بتفكر انك رح تعيش وانت رح تقتلني؟ عنا كلاب كتير. شفتن، بعتت منن لعند بابك بالبريد العاجل. هذا المكان مو مكانك بنوب، ارجع على الشارع. أنا اجيت من هنيك، طمان ما رح ضل هون. لسه ما خلصت حكي. احكي على قد ما بقيلك من عمرك. شوف يا شب، أنا بحب الرجولة، بس أنت شفت شي مرة أنه انكتب على شهادة القبر زلمة؟ بنكتب اسمك وكنيتك. أنا اسمي يالجن وكنيتي بولوت. اتذكر هذا الشيء منيح، ويكون بعلمك وبعلم أهلك ورفقاتك وحبايبك ومعلمك اللي بعتك لهون. خليه يعرف منيح أنا ما بقتل حدا حتى يترجاني. أنا وأهلي ورفقاتي وحبايبي وبالذات مراد على مدار، ما حدا فيه خلينا نتوسل من شان الحياة أو الموت. فهمتني منيح يا الجنبولوت؟ هلأ أخذنا المناقصة وبعدها عقلك أو روحك. أنت متزوج؟ لا. والصورة؟ هي رهف. هي صديقتك؟ لا حبيبتي. ليش ضحكتي؟ أنا استغربت شوي. ومن شو استغربتي بقى؟ لما سألتك أنا قلت لك هي صديقتك
وانت جاوبتني انه حبيبتك. ما مبين عليك بتحكي هالحكي كتير. يمكن ما كان فيني احكي هالحكي وهي عايشة. انا بعتذر، ما كنت بعرف هالشي. مبينة صغيرة، كيف ضيعتها؟ ما ضيعتها، خبيتها بمكان ما في حدا بيوصل له. حدا؟ ولا حدا. حرام الشي اللي عم تساوي فيني يا خالو، اعتبرني اني ركضت. ومن وين ما ركضت؟ ايه انتو كنتوا ثلاثة، فلت منكن قدام عيونكن. ما حدا رح يحاكيك يا ابني، حاج بقى رح قول انه فلت منا كلنا. والمعلم عزت مو اخد على خاطره شي؟ وليش لحتى اخد على خاطري؟ ليش ربطت البالونات على ايدي؟ كنت رح امسكه. ماشي الحال عزت، يا ريتك انت اللي مسكت القاتل. اخي بشتغل شغلة واحدة، يا بتمسكوني البالونات او تخلوني اقتل حدا. لا تخلوا علي يتخربطها. ياك عزت كلامه مزبوط، فيك تقسم حبة القمح؟ اكيد ما فيك. كيف حالك يا معلم تركي؟ صرت احسن لما شفتك يا خليل بيك. صديقي المعلم مراد هون؟ ليكو جوا عنده ضيوف، نحن كمان ناطرينه. ننطره نحن كمان، والله ما لي عين شوفه. ضيوفه تقال ولا خفاف؟ هي هدى تروس البنت اليتيمة، على كل حال انحرمت من أبوها وهلأ شافت أبوها الكبير. بيّن كتير؟ شو هو اللي بيّن يا معلم؟ كل الخير اللي فات علينا بآخر لحظة. أوف أوف، كأنه الأرض انشقت وبلعته لهالزلمة؟ والزلمة اللي بالمكتب مو هونيك؟ أكيد مانو هونيك. ممنوع التدخين معلم عبدو، وهذا الأصلع إيكو سان ميماتي وينه هلأ؟ بأي حفلة؟ لوين ناخد الزلمة؟ لعند صاحبه. ألو، لوين ناخذ الطرد؟ ماشي، نحن بالطريق. مراد على مدار ناطرنا.